هذا العرس فيكم ويهنى احباب وبالفرح نفرح سوي أقول مثل ما خلى شي ما قال أنت تعاني طبعا عندك ليش يا بس تطبق المثل اللي يقول خالد تعرف خالد تعرف شنو هذا طبعا لأن كل الناس متفقة أنه أبو المثل ما خلى شي ما قال إذا فهمني يعني قال له حرامي ما لزمته قال له كم عصا ضربته أخوي هذا هم مثل بعد تريد فهمك يعني كل مجال من مجالات الحياة أكو بيه مثل إياكي مدى أقول لك أبو المثل ما خلى شي ما قال بس أنت شو فهمك ما تقول لي أني ما أتفهم إي طبعا ليش انت قاري كتب بجدي؟ اخوي العبرة مو بالقراية العبرة هو انت جد استفاديت من هاي القراية خير العلم ما دخل معك الى الحمام خير العلم ما دخل معك الى الحمام شلون يعني؟ يعني العلم الموجود هنا في دماغك يا استاذ مو بكتاب وشال بيدك لو حاطه بالمكتبة لو قاري مثل حضرتك بدون فهم اي صحيح بس ترى ماكو داعي لاهانات ماكو داعي يزعل كلمة الحق ما ينزل منها قول لي قابل انا ضربتك كثير يا معود جرح الكلام أشد من جرح الحسن غلط رحم الله والديك يعني انت تأيدك ليش أيدك؟ لأن أبو المثل ما خلى في مقال لا أبداً ما أيد أخوي راجع المصادر اللي كتبت عن الأمثال الشعبية ما يخالف أرجع لها بس ترى أبقى ما متفق ويا أخويا بعد ما تقراها غرامك يا حبيب القلب سن غرامك يا حبيب القلب سن وتراني سيف على العزاز وعن ابن العراق اليوم سن احنا الكل طيب والله يا سيد طيب والله يا سيد طيب والله
شنو هناك فرح وعرس ورقص وهناك ميت زين هاي الحالة هم رفعوا عليها مثل؟ رفعوا عليها أمثال شنو هي؟ أفراح العرس والزوم كان القيام الطول الميت ما ياخذ غير الشفاء أفراح عرس على جوانب المأتم يعني الأمثال مثل الحياة شيء ما يشبه شيء بالضبط دكتور أبو المثل ما خلت لي مجال هاي مسرحية شلون يعني؟ احنا بالمسرح مو نتناول كل شيء يعني كل جانب من جوانب الحياة هذا صحيح والمسرحية هو أساس الصراع يعني شيء ما يشبه شيء بربي تمام وأبو المثل ما خلت لي مجال والأمثال مثل الحياة شيء ما يشبه شيء وهذا هم صحيح يا أبو والله هاي تصير خوش مسرحية غير تفهمني يا أخي أنا أقول لك يعني الجماعة هنا يساعدونا ويصيرون أشخاص المسرحية شو تقولون يا جماعة؟ أستاذ هسه بس ننزل في العلمين ونجي نشارككم بارك الله فيك يا جماعة البقاء في حياتكم شو تقولون بإحساس صاحبنا؟ إيه إنا لله وإنا إليه راجعون أستاذنا بالنسبة للمرحوم راح الدار حقه والله يرحمه احنا نروح ندفن ونرجع نشارككم يعني اتفقنا وابو المثل ما خلت لي مقاله يا بس سمعونا الامثال اللي اخليك على الشجره تروح على الدجان مولانا كان ما عندك سند اقبض فلوسك من دبل تعال فهمك هالشحمه ابد كل من يمد رجله على قد قطار ابو المثل ما خلى شيء مجال والامثال مثل الحياه شيء ما يشبه الف عصفور ما يملي جدل مال المي للمي مال اللبن للبن عصفور فرع العصرهم سقف العنب عصفور تبشر فلور وزينهم طيار قام حجاب ولا حجاب اي والله اتق الشر من احسنت اليه عطني ابو صنعة ولا تحني ابو قلعة جيز النمليل عينا اذا جاء القدر عمل بطل ايه ابو احمد ما يرصني اسمه بالحصاد ومن جلة مكسور اكو من جلة واكو من فطرة الما عنده دار كل يوم من دار ما حد يرصه في اهل الا في خطة فيه راح الخف والعظم راح الخف والعظم ما خلت شيء مقال والامثال مثل الحياة شيء ما يشبه ايه كل من يحوت النار كرسته حباية حباية اكتب حباية يعني لا بتعجينا وفضمة بزيك حياة حماية يقول له للحرامي فوق ولا بلتي اتيبين لدي ارفالك يوجه رسل يا باكر شفنا عشان مولا عليوي يا بأخذك لا حملاتك يا يابان هزم بيتها للبانية شكتنفار يا جماعة الأمثال مثل الحياة في ما يشبه فيه دكتور أبو المثل ما خلت لي مجال يا أخوان احنا أخذناك الله وياكم البقاء في حياتك انت طيب استاذ انت طيب تفلون وما تأتون أكيش إنه مو أبو المثل ما خلى شي مقال Yeah.
جماعة ترى هذا يرقص أنا ما أعرفه بس هذا أكيد من قرايب العروس. أي نعم زين أنا خال العريس لو من قرايبي بالتأكيد كان عرفته. طيب هلا اللي انت في العروس ابن عمها يا عمري لا ابن خالها يا حبي لا لا عاد اكيد واحد من قرايبي لا يا بل ما تبعني تقول ايش يا جماعة هذا يوسف راح يقبل مني ما ابغى حفالك يوسف عرس امه هذا يعني ما اعرفه لانه انا خال العبد فاذا من قرايب العريس ما اعرفه بس يمكن من قرايب العريس هل عدل عبد عدل 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 اشو صافي نفتح شوي نفسك والله ابو حيوي هذا انت يرقص باور يكسر مرات الدعم انا عبالي قرايبكم طلع مو قرايبكم لو عاد قلبي ابو حسوني نعم كان قلبك لو قلبه بعطابه شو انت ليش يابا مو انا مع بالي من قرايبكم وطلع مو من قرايبكم الله اي نعم احسن كل شيء نعم وقف العريس ونسيله اقل عن الشورى يلا عجل يا اخوي وين رايح كيف انا على التعب ما قصرت جهودك مشكوره اقول لك اشو انت لا قرايب العروس ولا قرايب العريس شنو سبب سؤالي انت لا بس اشوفك فرحان ومتحمس اكثر من اللازم بس ايش وقت راح تثبت حتى نسالك شنو القصه وانت منين يعني مصرين لازم تعرفون اي لازم نعرفه بس واضح خلينا واضح والله اخويا لما تحكي ويا واحد مثلي ايه احكي بلطف ايه يعني شردك يا بس قالوا يا وقف احكي لنا شنو القصة وانت منين يا جماعة نعم اني ابن عم الخياط الخياط بدلة العرس انا بشلون هو الخياط ما محجوب اشور ابن عمه لك عني شوي يا سادة يا كرام أبو المثل ما خلى شيء ما قال وهذا المثل ينقال لأن الناس تعتقد بأنه الأمثال المعروفة واللي بيها حكمة وخبرة قال فد واحد حكيم هذا الحكيم أخذ كل مجالات الحياة وصاغلها أمثال سمعتها الناس وانتشرت بيناتهم فقالوا أبو المثل ما خلى شيء ما قال ويا جماعة الخير يقول أبو المثل إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد ويقول لا بالعير ولا بالنفير ويقولون هذا المثل الرجال إذا ما إلى أي أهمية يعني مثل صاحبنا هذا أقول عيني دعوة داد لطفة رجاء والله قلت الساعة على كيف عيني وين ياب يقول لك كيف ما أصب من ولاية لعن هذا شنو كان استحيت على طولك يروح روح روح طر ثياباتك صدق لا قال أبو المثل الطابوق نام والثقة النجاة أيه منيت أخويا ماضي موجود هلا وياب أخوها ماضي شاك يسوي لأخوك ماضي كان عيني العيني شاك يسوي لك أيه شاك هو على إذانك بطل يا ما تستحي أيه خلي يسوي زلافة أقول أبو
اقول 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 شتريد شتريد اقول ايش فيها؟ فشمتني لا صدق لا صدق ايش فيها وياك؟ يا بخلت روح ما حلوة تلعب النفس الميلوح العنب يقول حامض حكاية مع ثعلب قد مر بين عندي فقال هذا حفرم رأيته في حلب مرحبا وياك جدو وياك اخي هلو ياب هلا اخي هلو ياب قل لي تفرح لي بكم سؤال اخوي انا مو من هاي المنطقه لا تشعلني ولا اسئلك لا 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 انا ما داخل على واحد ها اسال عليك انت عبالي على وحده قل لي هلا شنو هذا؟ مين لك هذا؟ شنو هذا؟ هذا قصير لك يا صديقتي صديقتك؟ اي زين قل لي حضرتك تشرب خمر؟ هلو ياب من جمال زين تدخن؟ هلو ياب من جمال وكم ساعة تنام باليوم؟ هلو ياب من جمال شنو؟ شنو تحقيق خمر تحقيق؟ أبو تحقيق؟ مجرد سؤال اي أنا طالب علم اي أريد أتعلم منك تفضل اسأل اي ما قلت لي كم ساعة تنام باليوم؟ انا انام الله وما صار بي لا ما صار بي خلنا ثبت ثبت زين انام 3-4 ساعات باليوم الو يا عزيز تدري لا ما ادري لا لازم تدري زين الشرب والتدخين هاي سموم سموم تقصر عمر الانسان والنوم النوم ضروري جدا للانسان غلط بابا شنو الغلط؟ نوم شلون يعني؟ هو النوم لو يفيد شرف هذا للقبور أقصد النوم ضروري أيه؟ للي مثل سنك انت اي لان عمرك حوالي 60 سنة وهم غلط شنو الغلط؟ العمر شلون هذا؟ العمر يا سيدي انا فوق 77 سنة حلو يا عاد يا زين اشو ما مبين ما تقول لي شنو السر؟ بالحقيقة والواقع أنا أطبق ما يقوله أبو المثل جميل أي شلون يعني؟ يعني أبو المثل أي ما خلى شيء ما قاله ما خلى أدري بس شلون يعني؟ ما قاله الأعمار بيد الله أي والكل أجاه كتاب تمام لو مو تمام أي تمام والحياة له أو لعب له أو لعب له أو لعب له أو لعب تمام لو مو تمام لا اشو تمام غصبا ما عليك والكل دا دواء تمام لو مو تمام اي هاي تمام قبل كانوا يقولون اللي يموت بالحسبة يموت بالجدري ودول اثنيناتهم لقوا لهم دواء والذكي اللي يستفيد من تجارب غيره حلو اي ذكي اللي يستفيد من تجارب غيره صحيح اقول لك يا وليد قل لي تعرف الشبب الاول والرئيس اللي يهد الانسان والكتله تعرف شنو؟ شنو؟ القلق والوشواش دقيقه دقيقه وراك اقول وشواش شنو يعني؟ لا تعال يجمعونا لا ما يجمعونا يعني الوشواش يعني الوسواس واللي ما له علاقه لا بزيت ولا بعبيد ايه؟ وطبق المثل اللي يقول اصرف ما في الجيب ياتي في باب الخير ايه؟ هيك واحد اكو عليه شيء؟ لا طبعا ما عليه شيء لان ما عنده عقل ايه؟ مستريح واذا صديقي شافه مو على يدي لا اودعه ولا يودعني واذا تمرض يطب مرض عفيف لا ازوره ولا يزورني تعرف اني ما عندي اصدقاء اي زين تسوي واحسن صديق عندي تعرف منو؟ منو؟ ماي باكيت جيبي عفيف عفيف جنابي فجنابي المحترم يعيش اليوم شبعني اليوم وجوعني باكر يوم عود الدنيا ما تشوى من ابو باكر ايه ايه وبعد بعد ايش على الحال صار عمري فوق 77 سنة من تمام والكمال اولا له ثانيا
هذا اللي مثلك انت. اما اللي يميز الانسان الصدق عن غيره من المخلوقات تعرف شنو؟ انه يابا هو العقل. اي بس انت لا عمل ولا عقل ولا احساس. اخ احساس شنو؟ يعني احساس. يقلدني. انت ابسط مميزات الرجوله ما موجوده بيك. شنو هي يابا؟ الشهامه. الرجال اذا مو شهم مو رجال. فانت مو رجال. ما عجب احد. ها اشطني بابا انت وين وانا وين؟ انا افكر بحياه ما بيها موت وصحه بدون مرض وانت تحكي هذا الحكي. هاي مجرد اوهام. اوهام تلقاه بخيالك النايم مولانا. تبادل؟ ما تبادل. لا تتبادل؟ لا ما تبادل. دقيقه قل لي الله انشاف لو انعرف بالعقل. هلا وياض ايش قالتني هو هذا الجواب؟ لا انعرف بالعقل. فاني ادعوك يا حضره الغير انسان أن تستخدم عقلك وتحطه براسك. وانت ليش صاير عصب؟ ما صاير عصب. اي شنو هي؟ لان اللي يضحك بالاول اي ترى يبكي بالتالي. ها تروح بابا هذا مثل. اي بلي مثل. اي واذا ظليت انت على هالشكل راح ينطبق عليك المثل اللي يقول يقول ان حضر لا يعد وان غاب لا يفتقد وتروح حياتك مثل ما راح الخيط والعصب. صدق ابو المثل ما خلى شي بقاله. خلى قلوب. ودعناك الما عنده عقل مرتاح بيامه. الما عنده عقل مرتاح بيامه. الما عنده عقل مرتاح بيامه. الما عنده عقل مرتاح ماله شغل بالناس مشرف لو تغرب ما يدوخ الراس. توصل للعظم ما بيها عنده حساد. توصل للعظم ما بيها عنده حساد. وبروس اللي تام تعلم احجامه. ما عنده عقل يا بل ما عنده عقل يا سادة الكرام. يا سادة الكرام اكو هواي ناس تاخذ الجشر وتترك اللب واكو هواي ناس تاخذ اللب وتترك الجشر. يبقى ياهو اللي صحيح. هاي مسألة يراد لها سوالف وهسه مو وقت نقاشها طبعا. بس اللي احب اقوله هنا بالنسبة للمثل احنا لازم ناخذ اللب والجشر سوي. لان مثل ما كل شي بهالدنيا والى صاحب يملكه كل شي بهالدنيا وبفايدة. والمهم هو حكمة المثل ومعناه. الشاعر يقول إذا أقبلت كادت تقاد بشعرة وإن أدبرت كادت تقد السلاسل. فالدنيا ساعات موسى دورات تقعد ويا الواحد وتنطيه ودورات تعاند وياه وتخليه أسفل السافلين. الشاعر الشعبي يقول الدنيا للتهوى طلع تديه وتتمخاف يطيح باثنين والمتهوى عندكم لا. يا سادة يا كرام راح نشوف احنا وياكم سالفة عصفور وجراد وراح نشوف عصفور تقعد ويا دنيا لو تعاندك. انت تجعلك يوم يا عصفور عقالي بطال. اما ابو سعيد ابو القهوة ما اعرف شنو قصته. ها عصفور تقدر تحكي على الناس. واخوك ابو مدلول سالفته طويله. سالفته طويله؟ شلون يعني عصفور؟ يعني سالفه الحيه كل ما تنحكي تطول بضعف. سالفه؟ احكي لي هاي سالفه عصفور. يا معوده. بدو عصفور ماني ضايقه، احكي لي هاي سالفه انا احب السوالف. يقول لك اكو فد واحد. اسكت اسكت طلع عصفور ابو مدلول. سادة جرادة رحمه على امك وابوك. هيبا هسه يلا ارتحت. هي عصفور نرجع لحكايتك. أنا أشوف ماكو أحسن وأحلى من الشغل. لأن الإنسان ما يتلذذ باللقمة اللي ياكلها إلا إذا كانت من تعبه وكده وعرقه. تمام لولا أبو مجرد. هي عصفور نرجع لحكايتك. أنا أشوف ماكو أحسن وأحلى من الشغل.
لأن الإنسان ما يتلذذ باللقمة اللي يأكلها إلا إذا كانت من تعبه وكده وعرقه. تمام لولا أبو مجد؟ مو إديك شكو معاك؟ إستي ما سامع أبو المثل يقول الأخ أخم ريسه يفوت يخلي خيسه. عفو إذا ما تسمعك عفور ها؟ لا تعبر عشان تبلغ يا حكايه احكايه الشغل انا اشوف لو تشتغل هواي احسن من هالجامعه انا عندي فلوس ومو محتاج كل احد عشان عفوك ترى بيت مال يخلص وكد الرجال ما يخلص حول من تخلص فلوسي ما ادري من ايدي حدا تمسحها انا بس ليش تعلمني يا عفور هو ايش قال انا حكي ثقيل اثقل من الهم على القلب بس ترى اخويا رايد لك الخير ابو المثل يقول لك فيني شرك شرك بالريده عفور يعني انا رايد لك شر ها مع الاسف حكي راح وياك هواء في جبك اخويا انا اعرف الناس مصلحتي الشاعر يقول لا يعرف الشوق الا من يكابده إيه؟ ولا الصبابة اويلي الا من يعانيها ايه والله اقرا شعر ها من يبقى جاي صاير شاعر ابقى دخل نفسك بشغله ما الك بيها لا ناقه ولا جمل شلون ما الي بيها لا ناقه ولا جمل اخليها ترد امي هاي انا رجل وقتك هيك بدك تحاسبني لو رجلك تسويت الترسم هو هذا حكي مع الواحد عاقل سويت مخبل ابقى دخل نفسك بشي ما يعنيك وتالي ما تالي الصيف ثالثتك مثل ذاك اللي دخل ويا ذاك الشاورات وعد جسر السخن سخن سخن خمسة خمسة شنو هاي السالفة عفور يا معودة شنو عفور اوغل اخويا وهجي لي السالفة خمسة احكي لي اياها بدون يقول لك اخوة واحد شواقف عد جسر ويصيح خمسة فاتفضولي فات من يمه قال لو انت خلصة خلصة ها جوز افتح قال اخويا ايش فيني شرك من تدخل في ما لا يعني لقي ما لا يرضي قال له والله ما ازحزح انا قال لو انت خلصة خلصة قال له انت مصر قال له ناس ايش كان افتح خمسة خمسة شيل الفضولي ونبى بالشر قال افتح ستة 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 يعني رفع اخويا ابو مجنون عاد انت تعرف تسمع جراد اصلا فين على اخوك هذا اصلا فين علي هو ده يقول فضولي انا فضولي عفور تعال تعال زوجي اقران والاقران طلعت اول واحد تخاف من مرتك وحصل مادي فلوس يا ابو فلوس مو هو اللي قال الرجال اللي يعبي بالسكله رقي يا سادة يا كرام وصار عز مادي كيس مليان ليرات ونزل للولاية بعد ما بطل من خدمة القاضي وقال استثمر هاي الفلوس وكبرها والولاية كانت ايام زمان متروسة مجاج ووجه الصبح وصل مادي للمنطقة اللي بيها بيت اخته وبالطريق يا الله يا الله يا كريم أصبحنا وأصبح الملك لله ولا ساحات على حساب أبو الجوزان طولي الله يعطيكم العافية يا الله يا با وإحنا بالطريق خلت لها شوية هذا حصان ما متريق يا الله حسنة قليلة تدفع بلايا كثيرة ساعدني يا الله ما تساعدوني صدوق سيدي فاشلين يا الله يقول لك ابليس اشتغل في كل شغلة يوم وبالجداوة 40 يوم فعلا ابو المثل ما خلى شيء ما قاله بالله اريد اشوف يرهم مثل مجدي جدي من مجدي والله يرحمك يا جدي يا الله يا الله عيني ساعدني اخويا عيني ابو سعود ساعدني اخويا اول اساعدك وعندي حاله وفقي اساعدك اي فدوه ساعدك عيوني ها يلا خليها هسه اي خطيه عنده فقرات بشعره اي تعال ابويا تعال روح وخذ لك فقره ابويا ساعدني عيني عين علي يا اخويا ايش دعوه هالجد خليها ورا الغدا اي مقصودك شنو تساعدون هالشيخ وتعال على يا الله تعالوا جنبي ويا
شنو ده جدي من عندكم؟ الله هذا يبين عليه جدي مضبوط، بس عليه من علي أرد أشوف نفسي أقدر أبيع خبز على الخبازة. وين الصاحب؟ ها؟ وينك؟ فات منا؟ يبك. يلا استوب استوب. ايش فيك خويا؟ ايش فيك تساعدني؟ تساعدني الله يعطيك العافية خويا. ايش قلت؟ الله يعطيك العافية ساعدني. لك عافية. عافية شنو؟ تعشدري؟ شو تسوى بالعافية؟ تعشدري؟ أهم شي يصبحها. زين الله يعطيك إياها الزينة. الصحة والعافية. تساعدني. إيه معود الله يسلمك. اتركني يهوبني بحالي. لا تشوفني كاتب وحاط وردة. ترى حالي مثل حالك. يمكن تحصل مني. اطيني خويا اطيني اطيني. احسني للناس استعبد قلوبهم. وطالما استعبد الانسان يا حسان. خد 10,000 ليرة اخوي. امم جدي وام خنجرة بحزامه هكذا قمري. لا فلفل عليك اخوي. ساعدني. طبعي المجم جادي جنيه. فطالما استعبد الانسان احسانه. رحم الله ابو الفتح البستي. جابر ابو الفتح كم شي منه هذا؟ يا معود اتركني الله يخليك. عوفني بحالي. عوفني يا جدي. ايش يدري مني؟ عوفني هذا. لك صدق شنو تساعدوني فيها؟ هذا كان شخص الطوال ابدا وما تطوني. وقيدت نفسي في ذراك محبتك. ومن وجد الاحسان قيدا تقيد. رحم الله ابو الطيب احمد. يا با شنو يا ابو الطيب لحمه؟ ها؟ انا قلت لحمه يا عديم اللحمه والانسانيه. عجلي. انا قلت ابو الطيب احمد، وابو الطيب احمد هذا رجل من اتركني. ايش فيك؟ اتركني عوفني يا قدي. قدوني قدوني. يا بدي الله تجد بالفصحى. الحسنة بعشرة امثالها. ساعدوني انني فقير ومحتاجة. محتاجة؟ ايه. وسجد وما عندي عكازة. قل لي انت بك عجل انتازة. مصقص الله الله تقفاك. يا معود اتركني الله يخليك. انني عزيز قوم مرهم عزيز قوم الدنيا. اليوم ذي قمري يحصل 100 مرة بقدي. قدي. وقدي. تجي نتغدى. القمري 20 فلس. 100 مرة بقدي. يعني ديناري. مكان خوشة. وين انت اكرمت الكريمة ملكته؟ انت طلع خذ راحتك. وين انت اكرمت اللئيمة مرده؟ قل لي اجعفك؟ اشبيك؟ اشفص في مطارينك؟ اشبيك يعني؟ ابي رفتك؟ اتركني. سؤال اقول له جنابك مجدي؟ لا بيلا بارجوك لا تجرح شعوري اني لست شحانا لست شحانا. لا 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 ما اغلط ولا اقول شحة، بس دا اقول يعني حضرتك مجدي؟ انت مجدي ها، والذي خلفك مجدي ها، وهدني ولا تكميشني ها. يا بروح انت مهدود ها. بروح انا مهدود؟ اي انا انت مهدود. انا اي انت طالب. تريد نفقة؟ اي مطلقتي. اعطيك نفقة بس الجهال يظلون يمي. اتركني انا لا عزيز قوي ذلك. اتركني ماما تتركني العزيز قوي ذلك. عين استاذ عزيز. استاذ عزيز عين استاذ عزيز. من اللي يجي لك واني يمك؟ خاصة اذا فهمتني سالفة القمري اللي يربح 100 مرة بقدر. اخوي
الحسنة مو مثل العطية ولا العطية مثل الحسنة. قل لي هي الدجاجة هاي دجاجة بس لا تأكل لا. مثل البيضة لو البيضة هاي دجاجة من هاي البيضة لو هاي البيضة من هاي طلعها من الحياة. لا 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 ولا لا تسأل ايش ولا اللي يسأل هي سؤال ممكن يطلعك صح ممكن يطلعك غلط هو لا بصحيح صحيح تعال ليش ابو المثل قال اللي يسرد يدري واللي ياكل ما يدري ها قل لي غلطان ولا غلطان غلطان يبو هلا ست جهاري محدود هاي فيه غلطان ابو المثل لا ما غلطان الف راس ما على روح على ابوك روح على ابوك انا ابويا بعد ما مين ما مين لا جدا اسف واعتذر ويموت ان شاء الله. تعال ركز وياي اذا حرامي مثل زمه جمع عصر ضربين سهله هي اذا حرامي مثل زمه جمع عصر ضربين اذا انت تفتهم حلها يلا الك مهله سنه داقه فلوسي اذا عادي ما نزلت شو راح اضربك رجلك ابيض روح لي هسه تعال لي تعال قول لي قال لك ايش قال لك لا تقول لي قال لك ايش قال لك قال لك تريد ارنب وخذ ارنب تريد غزاله خذ ارنب ولا تبيك شنو ربط الحكي شنو انت شنو المفتاح كل شيء مفتاح شنو المفتاح حكيك هذا وسالفه القمري اللي يربح 100 مره بقدر يا بدر روح انت كل شيء ما تفهم ايش قال لك روح انسي بابا اللي يرد شيء يروح شيء دخل يعني فاهم فهمت المسألة والربح على راك بالنص تريد تفتهم؟ اي طلع قمري عطية مو غير شيء عطية طلع قمري وين حط القمري؟ في الكيلة وين حطه؟ هذا القمري وين صار القمري؟ بالزيادة واللي ما تشوفه اليوم شو وقت تشوفه هني؟ باكر أو ولا يختلف هالكل نفس الشيء تعال 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 زين والمية قمري ابويا ما يروح شيء نفس الحساب والله اخوي انت على قول لي زين انت شو اسمك حتى باشر اسال عنك اخوي انا اسمي شافي وذاك الفرع بعرف اودع لك اخوي شافي والله هذا شافي لك هذا شافي صدق يعني جدي جدي من جدي والله يرحمك يا جدي لك شافي خلت لها بيك يلا باكر باكر ادت واحد غيرك وثاني يوم بالفعل راح حرامي ثاني وصعد على بيت عصفور وشاعت الصدفة ايضا هزت وصعد على بيت عصفور صاح عصفور جرادة يا جرادة نجي ثاني واحد من الاربعين وراح الحرامي الثاني وخبر القصة بالقصة لكن القصة ما صدق ثالث يوم دز واحد غيره وهكذا الى سابع يوم سابع يوم قال لهم القصة انتوا كلكم خوافين احسن شيء اروح اني واتأكد بنفسي وبالفعل راح القصة وصعد على بيت عصفور وشاعت الصدفة ايضا هزتوا وصعد على بيت عصفور صاح عصفور درادة يا درادة نزل السابع عمري الاول هذا هو اكتشفنا وانعرفنا انا توقعت من الاول يكشف هذا اللي يربح الاربعين ونزلنا واحد واحد ايه شارمي اكيد اكيد حتى الخزين دلوا ضميها واكيد يندك الموقع من الصرحة وراح يضحى قدام الوالي او تالي مسالي يا ابو بشير بيش بلشير وصير سالفة قرر السبع مش بتطل الوالي يقول لك انا بعد ولك وصير يوم محتير شنت بعده وصرت بثنين حتى لو شغلة تنحل بكل فلوس ما يخالف حزين البعض اللي ما اللي عاد بعد اكيد اكيد راح ينقص روسته شلون شلون شو تسوي دقيقتها شنو خمسة الوالي مدفونة جوا الشجرة الكبيرة يم السوق هاي شنو اصبر او دي 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 روح على اصبر حتى هاي شنو او دا 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 سليم مكانها او دا 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 هاي شنو لك لوفة وبعدين
نصيتي سيرا ذهب بدون دا 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 بدون دا 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 شار ما يجيب اسمنا بالطاري. أبو نزل يقول يصبر على أولها يعرف شنو تاليها. ما يصير ما يصير، شلون أروح أقول لنا الوالي؟ يا حضرة الوالي تروح تلقي الخزنة مالتك جوا الشجرة الكبيرة اللي يم السوق مدفونة. ايه ببساطة ما راح يقول لي شلون عرفت البوقة من هم الحرامية؟ ما يصير ابدا، مستحيل. عليك مستحيل تدفر ابو سيدك، ليش مستحيل؟ بن وسيد عفور انت بالله، انا رجال فتاح فال وخلاص. ايه اعرف انك البوقة وين مظلومة وخلاص. وما خلاص راح تقبض المكافأة مال الوالي، بالاضافة الى هذا الشيط مال يرانها. هاي تمام؟ لا والله مو تمام، ما راح يقول لك شنو اسمائهم. شو بسيطة، يقول لك قابلاني موظفة جناسي حتى تعطيك اسمائهم. صحيح صحيح، ان جلنا ما ترى شنو شغلهم اذا كل شيء ناكشف له. يعني اتفقنا؟ اتفقنا زلمة. بس تدرون انتم خلال يومين لو ما جايين صار راح جلسكم للدبار. ندري مثل ما انا راح اتوب هلكم تتوبون من البوق وفلوس الحرام. توبة توبة نصوحة. يلا يا سادة يا كرام، وما انقضت من الوعد 10 ايام راح اصفر للوالي وجلاه على مكان الخزنة وجابوا الخزنة مناقص منها ايش، فرح الوالي وانطاه مكافأة. وقبلها كانوا الحرامية منطينة جيب سيارات، يعني اللي يفوق الحرامي ياخذ الفتاح فاز. وقرر عصفور بعد هذا الدرس الكبير اللي سلمت رقبته منه ان يترك هاي الشغله ويشوف له شغله ياكلها من وراها خبزه بحلال. لكن اوهم من كلمه الله، كانت الظروف اقوى منه، ومثل ما صدفه خدمته الصدفه خانت. وابو المثل يقول يوم الك يوم عليك، فصار اللي صار. اوادي اوادي الحكي لي جرعتك. هاي الحين هالنوم ايش بيك تجني تركم هالنوم ايش بيك؟ عندك تليفونات وصح. ايديك يا عفور ايش بيك؟ الوالي ايش بيك؟ خزنت ورجعت له بعد تريد منك؟ عندك تليفونات وصح. ايش لك فيهن؟ اروح للمقبره. من شو ستار؟ اشوف حفظ يا قبر نايم. مو يا عفور ليش يا انا ليش غرقتني ليش فيك؟ الوالي الوالي بعد ما رجعت الخزنه جمع كل الفتح فادي وقال لهم انتوا اكبر كلاوسية، بس عصفور بكم يفتهم وراح اقص روسكم. هذا هو يوم عود عصفور، انت عليك خايف وغوابتي. اذا الوالد نبدأ مدحك وابو المثل يقول حوالينا ولا علينا. ما خلا كمل انت كمل يا عيني كمل ايش بيك؟ بس احضاني قال له يا حضرة الوالي قبل ما تقص روسنا اريد نقول لك شيء واحد، ترى هذا عصفور اكبر كلاوسية وشريك ويا الحرامية وكذب كذب وفتح حال. احنا نسوي لك اختبار قدامك وقدام كل الناس في السوق، اذا عصفور حلل اللغز قص رسله، بس اذا عصفور ما حلل اللغز قص راسه وراس الخلاصه. يمه هنا راسك وراس الخلاصه؟ راح اخلص بيه. يمه يمه على راسك وراس الخلاصه يمه. اها ها 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 وين عليك جماعه؟ وين عليك؟ قاروني شو تسبيني؟ لا تكفر قاروني يعني رجلي يعني انت عصفور. ها ها قاروني بعلك. بعلك شنو؟ بعلك على وجهك. يعني قاروني شو على قاروني عصفور يعني راح ينقط راسك وتموت. يعني من تموت من يجي من الزاوية. اولي من الزاوية وتوقي الاختبار. الاختبار باكر الظهر بالسوق الكبير قدام كل الناس وراح يحضر الوالد نفسه. وصار اليوم الثاني وانتشر الخبر بالاولاد، اليوم اختبار عصفور الفتاح فال، اليوم اليوم لو يقصون راس عصفور لو يقصون رؤوس الفوالين البقيه. وبالفعل جابوا عصفور وقعدوه على كرسي قدام الثلاث صناديق، واحد اكبر من الاخ وواحد فوق الاخ، وقالوا له الك مهله شارك ساعه، يعني ربع ساعه، اذا عرفت شكو بالصناديق يعني انت تفتهم وراسك راح يسلم، بس ترى اذا ما عرفت لازم راسك ينقص. وبدا وقت المهله، واحنا وياكم نستغل هاي المهله ومنا لما تنتهي الربع ساعه نترككم ترتاحون واحنا هم نرتاح ونلتقي بعد ربع ساعه حتى نشوف عصفور
راح ينجح بالاختبار لو ينقص راسه. ولا تنسون ترى ابو المثل ما خلى شي مقاله. تفضل استراح. يا سادة الكرام، ومرت الدقائق، كل دقيقة عبالك سنة، وكان قلب عصفور يدق بالثانية 100 دقة، وكان السوق مليانة ناس صغار وكبار، يعني مالك ما حط رجل. لو مثل ما يقول أبو المثل، إذا دب صغار دخن ما يوقع على القلب. وكان الوالي قاعد بمكان مرتفع قريب من مكان الاختبار حتى يسمع الإجابة ويعرف نتيجة الاختبار. يا سادة الكرام، ورغم كل هالناس الهواية اللي كانوا بالسوق، الدنيا كانت صمتة. وكان السوق مثل ما يقول ابو المثل، اذا تب العبرة تسمع حس. ومرت الدقايق وعصفور قاعد لا حس ولا نفس، غمض عيونه وستر راسه، وقامت الصور تنهال عليه من كل جانب. افكر بهالمواضيع وراح اقول لكم ايش حطوا الفوالين بالصناديق الفلاني. حطوا 3 اشياء وحده ما تشبه اللخم. بالصندوق الصغير حطوا حشره جراده، وبالصندوق الثاني حطوا شبات زلابيه، وبالصندوق الكبير حطوا راس بطل. جراده، زلابيه، راس بطل. وبقت صورة جرادة وصورة الجلاد تمر بذهن عصفور. لكن الربع ساعة مو سنة، خلصت الربع ساعة ونسول عصفور وقالوا له انتهت المهلة. فز عصفور من النوم وقال ايه هني يا جرادة ما تقاروني عبالش كل الأكلات أكلات زلابية، هالمرة أكلات بطل. وعم اللغط بالسوق فصاح الوالي كشف الصناديق. كل ظن أنه عصفور قال الحل. عصفور راد يقولهم يا جماعة بعد ما قلت الحل. المهم كشفوا الصناديق وشافوا الجرادة والزلابية وراس البطل. وعم الهرج والمرج بالسوق وسلم راس عصفور مرة له. وأوكل الوالي امر الفوالين البقية العصفور وقال له انت تقرر نوع العقوبة اللي يستاهلوها. فقال عصفور مثل ما اني تبت توبة نصوحة لوجه الله ارجو تتوبون للحيلة والزجن وفلوس الحرام. ابو المثل يقول اللي يخدع مرة ينخدع مرات. وتاب عصفور من الدجل ولقال شغلة نظيفة قام ياكل من وراها خبزة حلال. ويا سادة يا كرام، يقول أبو المثل لا داعي تفضل خير تفضل. طبعا أبو المثل يقول كل شيء له حل مو؟ هي صحيح، لان عقل الانسان يحل كل شيء، وايضا كل شيء الى اجل همه. هم صحيح الى ما صحيح يرحم الابوك. صار لي ساعه اني واقف ورا هالخشبات، شنو ناطور اني ابغى مو ناطور. فهمني، قولهم للجماعه شيلهم، قولوا هذا منو ما منو تحكي مره. انت منو؟ شنو؟ انت منو؟ اني ماذي ابو الدقايق. ابو الدقايق يعني ابو المشاكل، يعني عنده دقات ما تنحكي. يا باشا تريد يعني اعمالك مو هديه. بابا انت تاخذ بعصب شو تريد تقول؟ قول بس المهم طلعني بدو اروح للشعر هذا. تفضل دقيق عيني.
دقيقة، أنت شو وقت دورك في المسرحية؟ شو ما أدريني؟ وطلعت الشايب وعصفور وجرادة وطلعت الحرامية، بشرفك الحرامية أحسن مني. قلت لي أنت منو؟ بابا أني ما أدري كان يشتغل عند القاضي. هاي أنت؟ إي نعم. أهلين وسهلين. اجتمع أخوي اجتمع. يا هسه انت على طرف الثاني. تفضل اخوي تفضل تفضل، وهسه راح احكي قصتك للجماعه. يا با اشكرك عبالي نسيت لي اودعناك اخوي ما يا سادة الكرام. العفو عيني، انت ابو السادة والمخطط. بس ترى انا ما لابس مخطط، بس سادة. مو مشكله يخططوك. تفضل خير شكو. أدري يعني انتوا ذا تلعبونا قاعدين شنو؟ هذا الحطيب الزاوية، شنو هذا الحطيب الزاوية؟ أدبت هذا على البزار قام يتلفتون. خطية الأخوة تراشا ميشتوا. يعني هو أكو شيء؟ هو أكو وينه؟ تشوف هذا الحائط؟ اي هذا الحائط. اي هو بين الحائطين هيك. وين انا ما داشوش يا اخي؟ راجع طبيب اسنان لعاد. طب ذاك هو دبا وعدني يا اخوي دبا وعدني. يا اخي ما داشوش اخويا، بحلق زين وشوف. يا ابو الله ما داشوف شي زين. يا ابو الله انا هم ما داشوف. قل له هيك قل لي هيك قل له روح يلا. يا جماعة يا جماعة صدق مازي واسمع علي ضلعان هسه بيها عليها قشمرني الي هم. يا سادة الكرام يقولوا بالمثل لا داعي ولا مندعي، راح احكي لكم قصة هذا المثل. يا جماعة كان مادي يشتغل خادم عند القاضي بناحية العظمة ايام زمان، وفي يوم من الايام طبع القاضي ولقاها. والله لا تكذب هالصفنة هاي. الف مرة قايلة الصفنة مو الك. من راحتك فدوى السلامة على مولاد القاضي. مازي حتى نطق. هلا مازي. هلا هلا بيك جناب القاضي. خيرا اشو اليوم محنط ايش بيك يعني مازي؟ نعم اطلع برا. حاطيني برا انا مازي اطلع برا. انا خدامك الامين مازي اطلع برا. ترى اللي خدمه مازي ما يجي لهم. ها بدك كلاوتي فروها وفرها على غيري. خليني بحيتي. ايش متغدى اليوم؟ متغدى باذنجان. اوه اكو واحد يتغدى باذنجان يا معود. الباذنجان ثقيل ثقيل على اعصابك. الباذنجان هيجي المعده. الباذنجان كافي كافي ونك كافي. وطلعت الباذنجان المسكين يضر ما ينفع. طبعا وطلع علي حل ولا يربط مثلك تقريبا نفسه. آه لا يعني قصدي واحد مثلك الباذنجان مو زين عليه. الف مره قايل لك الباذنجان ما يفيدك. انت ليش ما تسمع كلام؟ ها انت ليش ما تسمع كلام؟ تعال تعال اقول لك تعال. اي خطيه تخاف ها مالي ولك انت تشتغل عندي وانا اشتغل عندك. ها شويه تهجر اخلاقي شويه. اي هو اخاف علي. بعد شنو الغاسل؟ ها الشيء ثاني الغاسل. نعم احنا دبعنا فلوس يا ابو فلوس. يلا حصلت على هذا المنطقه. ها يلا صرت قاضي بهاي الناحيه. والله ما يخفى على جنابك يعني فهمني. كل هي يا وظيفه تتحقق الى بس صح. اذا ما كنت من يمضيك هذا وين صار لنا تسجل على الحال؟ ولا قضيه مرت فينا ولا واحد يشتكى عنك. ها يعني ولا قمري. شلون متالي شلون؟ التالي راح تخلص المدة ونرجع عيد من ورا وعيد من قدام. يعني على قولت ابو المثل نمسح ايدنا بهالحايل؟ اي صحيح. اسمح لي اقول لك كل الامور اللي صارت تخلي لي تصير فوتك انت. ها؟ شلون فوتي؟ انا اقول لك. اي نقول. انت مو اشتريت منصب القاضي هاي ناحية ست اشهر تصح ولا لا؟ اي صح. اي وتقول صح؟ اي صح.
شو من هدومي؟ خبرت انا احكي وين وانت تحكي وين؟ ولك على ايش بيك تصيح؟ قول لي شو اقول؟ شو تقول؟ ايه؟ يا هاي ناحية واحد يشتريها يا معود كلهم عافوها وذبوها براسك بصراحة ورطوك فيها. ها؟ بيها بناحية العظمة؟ لا 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 اسوق ليش بيها ناحية العظمة؟ سلامتك ما بيها شيء ناحية العظمة واسمها عليك. أنا راح أتخبل شلون سموها ناحية العظمة. أسود بسر درابينها دربونه تلقى لك عظماية وحدة. يا معود الله يخليك أنا أحكي وين وأنت اتصور حتى شلابهم قامت تحلم بالعظمة. ولك عليه منها؟ مو عليك على شلابهم. ها على شلابهم. إيه اتعود تاكل خبز جابي. ناسها واحدهم راسها بس عظم. لو تضربني 100 شمامي. شلون بعد تريد هيك ناس واحد يشتكي على ها؟ لو لو لو, لو يقيم دعوة ها؟ قل لي. قل لي شوي. نتساقه قام يا ابو الفزه وهاي شوي اغاق يا بني نعم. انت تقول لي ايش اسوي ها شو تسوي انا اقول لك شو تسوي وين رايح وين مو احنا شراكه بكل شيء ها انت المفروض بيك تستشيرني وتطبق كلام ابو المثل اللي يقول وشاور ذوي العقل انا ذوي العقل ايه اهي خصمتي ذات ذوي العقل يا بيه واخاف تطلع مشورتك اخذ الشور من راس السور انا اخوك الصغير مالي واني اقول خاف تاني ما تاني ها لا حظك الله يخليك لا تالي ولا ما تالي ولا حظك الجايات اكثر من الرايحات شلون انا عندي فكره قول مثل ما يعرف جنابك الناس بهاي الناحية ناس لا بيها ولا عليها وكل من قابل بعيشته وكل من قابل برزقه تمام لو لا اي تمام تقول تمام اي تمام اسمح لي بس شوي اي براحتك ايه براحتك ايه براحتك خبرت وخمسين بطة مشقتين وراك بالله انت قاضي لا عشان يا بهاني انت قاوي يا معمد الله يخليك شلون تمام الناس بهاي الناحية لازم يتعرفون حتى أنا وأنت نستفاد، لازم يطالبون حتى أنا وأنت نستفاد، لازم واحد يشتكي على، تعرفين شو قلنا احنا؟ قل لي شو أسوي ها؟ شو أسوي؟ إذا ما واحد وما برد من الزين، أبرد من؟ إيه؟ أعوذ بالله منك يا الثاني، خلي تولي. ولهذا السبب أنا عندي فكرة. هم فكرة؟ والله كتلتني بأفكاري. احكي شنو فكرتك؟ الفكره يفز الكاتب مال جنابكم للسوق ويهتم الناس واحد واحد ويبدي يسال تطلب شيء؟ مطلوب شيء؟ عندك دعوه؟ ما عندك دعوه؟ عندك مشكله؟ ما عندك مشكله؟ بابا ماكم مشكله ناس عن قد حالهم راضين بالزينه والشينه انت ليش زعلان؟ هذا الحكي اللي قلته اول مطلوب اللي ما عنده شيء شو نسوي له؟ ناخذ منه 10 قرانات ونعطيه وصل مكتوب به نؤيد ان حامل هذا الوصل هو لا داعي ولا منجح واللي ما عنده وصل ما تقبل غلط لو داعي لو منزل هذا يجي قدام جنابك يدفع الأتاوى ويقيم دعوته أما اللي ما عنده وصل واللي ما يحضر يا ويله يحاسب خلال مدة قصيرة ويغرم 3 أضعاف سعر الوصل شنو رأي الجناب القاضي إيه هج هاجوز انت هاجوز يا زين انحاسبه أقول انت حضرتك اي انت جنابك اي انت تقوم وقف مو دحاشيك القاضي قوم طريقة من جنبك يا بي حضرتك لا داعي ولا من داعي ها انت لا داعي ولا من داعي انت يا بي شنو قصتك لا ديش خو مو ديش يعني ايدك على الفكره والله انا صار لي ساعه الغي من ايدي لو من زمان بابا هاي حكايه انقال هاي حكايه انقال يا بعاي دماغك عاي دماغك بابي نعم هاي شهر زمان نصير الارضيه من بدو لا عاد شاب مالك الرجال اللي يعبي بالسكه اللي رقي يا عيال ورقه ب10 طنانات يجد ابو كلاس وياكل ابو جزمه بس لو اعرف شنو مكتوب بيها بس لو اعرف 10 قرارات اخذوا مني 10 قرارات اي بس لو اعرف يعني اخوي عيني راح من امك عيني ما تقرا لي اي ها شنو؟ ها شنو بيدك في جبهه؟
أفا أفا هذا صار عشر قرانات عشر قرانات صارت أخاف مثل هذا راح مال أمك شوفه عيني يا سبا يا سبا هذا من يلا راح مال أمك بتفهمني شنو القصة يا قفي فهمني اسمع فهمني إجا الكاتب والقاضي إجا سألني قال لي تطلب شيء قلت له لا مطلوبته قلت له لا عندك دعوة على واحد قلت له لا أكو واحد قايم عليك دعوة هم قلت له لا أما على أمك وأبوك قال لي عبر عشر قرارات عبر طيب عشر قرارات وأنا قلت ما بتهم وصاني هاي الورقة رحمة لأمك عيني ما تقرأني شو مكتوب بيها سب عرفني أقرأني لا أدري شلون من يقرأني الله ما يقطع لو أعرف أعرف شنو مكتوب بيها بس لو أعرف بس لو أعرف أنا أبو عيني أخويا عيني أخويا عيني رحمة لأمك عيني عيني ما تقرأني شو مكتوب بها والله ايوه اقرأني عيني اقرأني سمغاتي ايه خليك السبب سمغاتي عيني الزم ليش ما الزم سمعيوني نقرأ ليش ما نقرأ راح تتوضع شنو عرف الكاتب مال قاضي الوفد شايفه هذا اي فرق هم عرف الوفد لا جملة والله جملة ايه مكتوب بي محفوظ السلامة ولدك مكتوب نو واو واو ركزني فوق يا نعيد طبعا انا دائما خدامك اي طبعا تقوم تجيب لي شاي لعنة ولك مالي شوية ادب شوية ادب هي شنو ميانة احبك اموت عليها حلو هاي مال لا داعي ولا من داعي يا بلا داعي ولا من داعي فاكر عمر مراسل روس المدة والوحشيني غير ناحية اي وعلى هالرنة اي نتناعم على هالرنة بعيني على قاضي شوية سكر عيب هذا غير شلولو مالي وهاني أقول خاف بعدين يصير بينا حساب الله يخليك جنابك من نحكي جديات خلي الشقة والهذا على جد شنو الحساب شنو الحساب من يقرس من يقرس من يقرس من يقرس مالي بس الهزة وعيونك من يقرأ ومن يكتب ولك مالي على الصفحة يلا من يقرأ ولك مالي شو هي الدقوة انت ليش انا ولو والله ليه مش الاولويين اذقر اذقر صير ثقيل لا تزعل مني اذقر اذقر الله يخليك انت انت تحسب من يقرأ من يكتب بعدين اذا سئلوك اذا سئلوك كل ما نرجال لا داعي ولا من داعي لا يا ملعون الوالدين شو اقول لك خبر عليك واسمع لك طرطور وقف ولك ماضي علي ملعون الوالدين بشرفي علي إذا عليك إيه؟ أقول أشوفك اليوم متونس مرتاح شنو قضيتك؟ يا بس يوم ما مرتاح ها وخصوصا اليوم كانت عكنا محصورة يا بيه
الباذنجان. مو داقول داقول. الباذنجان احسن اكله. الباذنجان من يتقلى ويا قبل ما يخبل. الباذنجان من ينحط ويا الباذنجان يصير عدس. ما هذه؟ يعني الباذنجان. ولك ما هذه؟ اشو ذاك اليوم شفت العن الباذنجان. ها وش القصبة مو زينة لزوجتها مين؟ هيا شبوكوت. وشبوكوت؟ مش كيتك مني؟ واليوم يا بقعد تمدحني من الآن شوية مرتاح. ها؟ والله بصراحة يعني أنا خادمك مو خادم الباذنجان. أيوة صدق ما هذه واسمك عنيك. إيه ما تجوز من سوالفك. ما هذه؟ نعم. ينبه بعد هاي الثروة الكبيرة جمعناها ها انا راح انطيك 50 ليرة اي وانفذ لك اي طلب تريد 50 ليرة واي طلب اي ما دا اصدق لا لا اصدق اذا هالشكل اريد منك طلب صغير اي قول ايش قد بعد المدة مالتنا وتخلص بهاي الناحية حوالي شهر اي شهر اريد من جنابك خلال هذا الشهر اصدر لي فد امر اخذ قران من كل واحد يخاف من مرته هم ايش قايت قومك ها ما بها تجاره خسرانه لا 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 ما في انت صدق دماغك حشك ها بهبه شوف لك غير طلب ها ترى هاي فرصه ها والفرصه يمكن بعد ما تتعوض والله ذبحك ها 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 هسه فرصه ما تتعوض عرفناها بس اني ابو لا داعي ولا مندعي خليتك تحصل قومه فلوس أنا دماغي حشيش. إيه أنت دماغك حشيش. زي ما كل رجال يخاف من مرته. أشوف كل رجال يخاف من مرته. أنا أتحداك ها؟ واعتبر الأمر صادر. أشوف شلون راح تخسر لما تسمع الكلام. يعني أنت موافق والأمر صادر؟ أي نعم موافق والأمر صادر. ها؟ وأنا أتراهن وياك من 10 ليرات أنت راح تخسر. هسه نشوف هسه. يضحك. ما هذه؟ مو كل رجال يخاف من مرته جناب القاضي كل رجال يخاف من مرته اسألني مو أنا يوميا وش حاكين على الأرض زين يا ابا نشوف نشوف يعني انت موافق؟ اي نعم موافق انا قلت وينك اذا جنابك وافقت قلت لازم لازم اقدم لك هدية هدية يا ابا والله تخجلنا شنو الزعمة يا محمد تحكي شنو هديتك؟ الهدية اكو فد بنية تخبل وين تجنن تقول أنا معجبة بشخصية القاضي أصلاً شخصية القاضي تملخ أوي أوي يا ببنية معجبة بي وأني أملخ هي تقول عليك أنت تملخ أنا عبالي تملخ ماني لا تنشاقل صدق تأتي لا تذب وداعتك صدق هي تقول أنا معجبة بهاي الصفحة من وجهك أي والله يا بب معجبة بهاي الصفحة وإذا شفت هاي الصفحة تقليها ويا الباذنجان مالي لا تشاقل شو وقت اشوفها هي راح تجي اليوم لهنا وتقول انا احبها للقاضي ولازم اتزوجها هي تقول اموت على القاضي احب القاضي هي تريد تتزوج هذي من حبتك حيه لا تصيح لا تصيح لا تصيح ليش ما صيح ليش واخاف مرتي سمعك اي لب تستريح ولا يعني شنو دخلني انت تريدني اشتغل قابل اشتغل حرامي حتى يروح مال المي للمي ومال اللبن للبن مال اللبن للبن شنو عصر بيجي واحكي لي اياها لزبن الزاد يا امنا السجنية يعني لو بسراجين لو بظلمين يعني لو قاعد عطال بطال لو تشتغل حرامي انا ما قلت له هاي ولا هاي اخويا ولا الشغل عصفور ترى لي دور شغل يلقى ايه انا ما بي حيل ادور شغل بيك حيل انت دور لي شغل شنو؟ اني ادور لك على شغل والله أنا اللي يشتغل وياي رده قوة وعضلات نعم ما تناسبني وانت شنو اللي يناسبه؟ انت سالفته مثل سالفة تنبل ابو رطبة تريد تمركش وتوقع بحلقه يلا تاكل اخويا ابو مجنون فين بحكي لي سالفة التنبل؟ جرادة ليش مجنون عند هالعادة؟ بعد اقول له؟ بالقصة هذه تسمعها تعال ترى انا ما باكلك على تمرك تهمت؟ يا هم عودك تبكي على تمرك ما هو هذا تشعر به السمع بيك يا اخي 10 ايام فوق لا تصنف لا تصنف ترى انت لو ما بدك تعرف ايش سويت فيه اي بيته وهذا بيته وكل ما دجاج احترم نفسك احترم نفسك تفضل تفضل ايش فيني شرك بغير ما ترد عصفور عصفور تطرد من جهتك فيها
فجر هذا بعد لا تحسبين علي الى غيرك هالبيت بعد فلا عندي ابدا تتعود الشيطان يا اخويا يا ابو مجنون تتعود الشيطان تتعود من الشيطان وراحك للدار يا فدوه يا الجاب هيك تتعود من الشيطان الشيطان بعد فيك سيروا عصفور افندي يضرب من السكين او التنين عصفور اللي علي اني نصحتك افتهم الدولار وفر نصاح نفسك ذاك عصفور ذاك عصفور العمل شرف وكل البركه بالشغل لا تبقى قاعد عطال بطال وتجيب طاري هذا وذاك باوع نفسك عد بنفسك اول مره واذا كان بيتك من زجاج ذكر من ناس معجار او دعناك كسع كسع عبرك كسم العربي مجنون وما طفيت بيت هاي صار لك ثلاث اشهر وخلصت كل فلوسك وبيعنا عصفور حالنا ومالنا حتى العصير اللي لغت عليها باعه جلادة يا جلادة حجو ماك ولا شوي شكر ناس شوي شكر اي حتى وانت فقر ما تنسى الشكر باو عصفور لا علي عصفور لا خلصت شكر خلصت؟ راح الخير والعصفور يمكن هذا المثل قالوا عليه ابو سعيد ابو القهوه قهوته مليانه شكر وكلال القد الصفقه واحده الصف له منين تجي؟ ابو العصفور خومد يزعل اذا حكيت وياه فزع شاي يا معوده ابو قشيش وين زعل عليه؟ لا والله صدق عيني عصفوره خاف تزعل عرفت ازعل ونص شو عرفت؟ ريد الزاويه يا معوده الزاويه يا سيد كمان بحال الزاويه عصفور عين عندي غير حكايه قول يا فضيني ما خافت على اهله عشان قنقينا وروح المرحوم خاي عصفور حبيبي اقول انت ليش متباوع على نفسك؟ شلون يعني؟ يعني انت تعلم الناس على الصلاه وانت ما تصلي ما تستهلك هي هاي راجلها فين؟ اشو انت قاعد لا شغل ولا عمل بس تحكي على الناس رجعنا على سالفتنا خيي عصفور مو انت حلفت لا تزعل عيني ما ازعل ولا الشغل يرحم ولا ابو عندي لك شغله ما فيها اي تعب تقرب من وراها شكر بس شنو عصفور الراجل هشان انا باللسان سبع بضع ما قلت يا شكر بس الراجل شويه حيله ودهاء وقشمريات لا عيني لا اللي يعيش بالحيله يموت بالفقر هسه اجت لها الفقر اللي احنا فيه اقصد الراجل ذكاء هاي غير شغله ما بيها لا شيء ولا حق ما بيها اي تعب وتنزل عليك الفلوس مثل المطر جراد شمسيه ايه شنو الشغل قلت على ودي الشغل شغل قلت الشغل جراده يا جرني يا ساتر يا ربي يا خبطتي يا ملكة جرادة يا ملكة جرادة يا ساتر يا ربي جبت غرفة تحفظ جبت غرفة تحفظ شو تفهم؟ طبعا استحيتي انا اشتغل فتح فارس ولا دبره انت شعرك عصفور انت بس وافق وانا ادبر الباقي يعني راح اوافق لا شوني شلون تدبرين الباقي عيني عصفور بس لازم توافق من صدق احلف وراسك لا هالف براسك فل احسن احلف حتى غيرها وروح المرحوم زين عيني عصفور جايتك انت تتعقل هالعاقل اقول لك شغل الدنيا جرادة جرادة انا جوجو وقفتي عصفور 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 رجال غريب عندنا يا جميل منو عصفور تشعيني جرادة فزتيني خرعتيني هاي شنو؟ هاي؟ هاي لحية حكيتها بنفسي حتى بالبدلة زين عيني وهاي مرحة على راسك وهاي بالبدلة وهاي سبحة طويلة وهاي ورقة مقصفة تكتب عليها دعا وأنا وين أعرف أكتب دعا؟ شقابيط عصفور شقابيط هي هاي راجلة راح للقاضي عيني وإذا كشفت يا معود لا تخاف
نص الناس على نيته، من يقرا من يكتب. بعدين اقول لك عفور، هو ما حد يصيح حق غير بس ما يكتبهم وما يكتبهم. اي صدق اللي يكتب شله بالفتاح فاليه. بين عيني عفور وانت لهذا قل له خلال 10 ايام تنحل قضيته. والهاي قل له خلال اسبوع يرجع لك رجلك. وعلى هالحال عيني جراده اتعوضي من الشيطان الله يخليك. عفور انا متعوده الشيطان ودركت الخطه من كل جوانبها. اسمع كلامي هالمرة وشوف شلون تصير النتيجة. بس هالمرة. بس هالمرة قلبي. يلا أهل. يلا. أوه أوه أوه. شو فيك أبوها لنفسك شو فيك؟ أوه أهل أهل جراتك. بعدين يا برجة النوم. أنا نام ومن أنام أفكر ومن أفكر أبعد العصر. يبدل معي تشتاش عتيق. يبدل معي قبوص عتيق. يبدل معي. منع الواد ينوى على وقته. يبدل معي. جرادة صيحي لابو العتيق. صيحي لابو العتيق واحنا جعلنا عتيق حتى نبيعه. اردنام اردنام صيحي. عزق اللي نبيع. يبدل معي اجيش دارش عتيقة. يبدل معي يبدل معي. صيحي وجيبي للعصا. خليه انا عفور خليه خطيه خليه على رزقه. قطع الاعناق ولا قطع الافداق. انا ما ارنك على رزقه انتك تحلق. عادي عادي نبيع. يبدل معي تجداسه قفوط يا شباب اي شيء. يبدل معي عزق عادي. اصلحي له انا على عذرك وابيش فيك. لا عيني لا انا ما عندي ظهر يتحمل بسط. لحظه عادي طاية شاكير بتيجي داشة قفوط غدرة يا شمال اي شي يبدل معي تبديل معي ويحصل من الفلوس معي ضربوري مثل البلو. قول عم ايش عندك خلصت القوانا مالتك. سلامتك من حل الوازين ويا ما اغف بالنوم صوتك الا على قديش تصدي. عمي اي رجال على باب رزقي. اي بس كلش على يدي. وباب رزقك ما يجي الا بباب هوشي. عجيب رد رجل ليش لا. طيب قول لي هذن الغراض في دنا ايش ما يجي درب. التوبه ينافذ بعد ما يتوب. فوت الصبور فوت العصر انت ويا ما عرفت بالنوم وحسك لا لا عاد تبيع. التوبه بعد خاله من صدق الهجت ابدا. اللي تبين يا خاله خلي اطلع خاله طويلي يا ابدا. اها على هالوزن امشي على هالوزن. قضية عفور والله مدفك ايه احسن خلي تدور. اي يمه انا من يمي ظهري قام يوجعني. فيها ما تشحيني هو اني هدى الحيني لو الحيني ده في البكر تقدر انام. ليش كاف عند الله لا ينسي العافية ضربته ولا ينبت عليها الشعر ابد. صدق لو قال المثل كسل غسل ولبس انكسرت ايده ورم ظهري. أولي يا عم يا عم يا عم عاد 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 عاديك عادتوك عاديك البيع يبدل المواعيد. أول مثل يقول بعض المسألة أقول لك واحد تبي خلي عورك لا تهمني لأن المصيبة إذا تهم الجماعة تهون واللي يشوف مصيبة غيرك ترى تهون على مصيبته. أتشتغل بحر ونشوفه. أو المشاعر؟ لا فانوس مشعل لك فانوس لك فانوس مشعل 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 مشعل
ليش مبروك؟ وهذا خطية ابن عم الزواج. هسه تزوج بس ليش خطية؟ غنيت بالعرس مالك. يا حياتي هذا غنيت مقامه. شو بدريك؟ شلون راح تقرا مقامه؟ والله مش عارفين الصدور. لا شد لا صدق. يلا الصدق. أنا أفقد حسب دماغي وحياتي. حاسبتي ايش؟ ايه هنا مربط البرد. يعني شخص يقرا فنجان
يعرف المستقبل. غيب بعد شويه يقرا تفوف يقرا فنجان يعرف المستقبل. عيني فوار. ها اختي ها. عيني ما تاخذ لي خيرك. طيني ايدك. هاي شنو عزمون هذوك مو جايين هنا زوان يجعر عليك. هاي مثلا مثلا. ها مثلا مثلا يلا ما تاخذ لي خيرك. شكو شكو قول شبيك شكو عندي. شبيك شكو عندك. اني رجلي عادني وراحة ما ادري وين ما وين صار. مهياتك قدام تفرحين. هاي مو اني هاي وحدة هي تتحاجيك مثلا مثلا. مثلا شو تقولها عصفور؟ اقول ادوري عليك في بيمه خلا بدي تسخر. جرادة ترى أبطل تعني يا إحجاية ما تجع فالية جو شوية حركات اكتب منها دعم الورقة وطبقها وصية وقلها اسمه إلا يرجع لك وإيده فوق راسك سوي حركات الشو من كبير. أوه خسان عصفور مثل ما اتفقنا. برر برر يا مرجان يا خنفسان. هاي بسيطة عينكم يعني عيني عصفور وعصفور دي البال جرابين فوت فيها سبع مرات يوم مرة يوم لمدة أسبوع وبعدين تفوت دير بالك تفوت بذيك الجرابين يعني لا يكون وحدة لو واحد من اللي عندك قشمرت عليهم يروح يشوفه. تعال وين أصلوا الجنوب وفتح فار يعني ماكو جرابين غيرها إيه ماكو ما يدربونه ودربونه ولا خصة أنا أبر ذا خصة يا عبري يا عبرك شنو عصفور تتبلى لهدومي أني هو منو قال لك اسمع أود عبر عني وب يلا عيني يلا ريتي يلا سيدي ولا الله يلا الله فتح الله عيني عصفور واليوم اذا حصلت فلوس او تجيب لي وياك زلابية سويتيني فتح فال على الزابية يلا عيني يلا عيني يلا الله فتح فال على الزابية سبني ورا يا طاسة ما اذا ارجع ثاني أصلاً أنا حبايا لقاسة بدون ما توصيني. أي عافية وصل عشوبي أكو واحد بخص زي المحل أخاف واحد من وجه الطرف يشوفني ويضحك علي. ليه جاي يضحك علي بشنو ضايق نايم؟ اطلع يا محوز اطلع 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 يا محوز اطلع اطلع. الله يقرا فنجان يقرا تفرح يضرب شوف. يا جماعة الخير وطلع عصفور وانفتحت عليه الدنيا إذا هو واحد سواه وناس الجهلة ذاك الزمان هواي والغشمة بعد أكثر وغالبية الناس كانت لا تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب فمشت أحواله وقصة خدمتها أكثر فقام شحشي يطلع صحيح شي يقول ينطبق اللي يقوله ومرت فترة والحظ قعد ويا عصفور وقام أقول جادة هذا بيت عصفور لو أنا غلطانة يا عيني هذا بيت عصفور وجرادة بس إيش شرادة من عصفور ما أريد شي جادة بس هلهلي لوجه على مود ماضي أخويا إيش بي كان غايب ما أدري وين ما وين حل فيه الدهر إيه وهسه عصفور أخذ لي صيرة وقال لي خلال أسبوع يجيك منه خبر عصفور وجاري جادة جاني منه خبر جادة صدق وينه يشتغل عند القاضي دز لي مكتوب حشالي بيه كل أخباره وهذا جادة كله فضل عصفور قال خلال أسبوع جادة والأسبوع ما خلص والله لا نشرب كل الولاية جادة بعاد وبعاد استشاشة من رجل عصفور أقول هذا شنو هذا كيس ملبس جادة قلت أوزعه على كل الولاية إحنا نتكفل بيه وما في إلا أخذي بوياك الزابية والله لا نشرب كل الولاية استهوار الدنيا تصير قدامه ليل تهوى الدنيا طير قدام يا ليل تهوى الدنيا طير قدام ليل تهوى الدنيا طير قدام عجايب على الدنيا من سحب واحد تشتغل له وهو بس بعيد توكل زلابية وبيها الشكر زايد توكل زلابية وبيها الشكر زايد الشيخ الأذكياء يطيح قدامه ليلة تهوى الدنيا خير قدامه و
شهر عصفور اكبر مشكله حلها عد عصفور، لكن وقاص من كلمه الله. بيوم من الايام انباقت خزنه الوالي قص ملح وماح. اختارت الجندرمه شلون تطلع الخزنه، تالي قالوا له الوالي مولانا ما حد يقدر يطلع الخزنه غير عصفور الفتاح قال. وبالفعل دز على عصفور وراح نعرف ايش جرى بقصر الوالي. الحقيني الحقيني جرانا الحقيني الحقيني الحجن بيدي. ايش بيك ايش بيك يا بيدي انتظر وغرقتني ايش بيك؟ ولا منك صوتك؟ لا والله صوتي انا اللي سلمت امري بيدك. احكي ايش بيك ايش بيك ابو حظ القاعد؟ اديني صدق لو قال ابو النفل ما يحسد المال غير اهله. انا بحظ القاعد انا بحظ الصايح النايم. ليش عينك ملت؟ شوفت عيني بيحزك حظ قاعد وايدك فوق الايدي دمواني عيني مصري معصور. ليش عيني اللي تحس ما بيها حد؟ اوكي زابي اوكي زابي وما حد عم علي غير الرجال يا ماشي. وجهت يعني يعرف وجهت كبير حزه الوالد ما قاعد وفوق تهل البلد. انت بيها عليها وانت شعليه شعليك ابو حظ القاعد. تقول لي شعليه؟ دز علي وقال لي شوف عصفور خلال اسبوع اذا بس رجع للفوق انت واحد دجال. دجال؟ وما مدرى دجال هي ظنت علي تصير دجال. صدق لا قال ابو المثل قال لا اله قال قول صلاه صدق خلي كمل. انت كمل يا عيني كمل. قال لي شوف عصفور خلال اسبوع اذا ما ترجعني الفوق والخزنه اقص راسك قط. يقص راسك قط؟ يا با يا با ينقص راسه وراسه مخلطه نجوى ما عنده بدا ثانية غيرك يموقفين واحد وواحد عنده. هم عماهم الحسد شافوا نفسهم نبروا هذا الظهر براسي بس مو صوتهم صوتك انت. ايه اللي براسي ابو الشكر اللي براسي. لا يا صوتي انا صوتي يا الولد جدا الوالي. يا حضرة الوالي طيلهم ولا 40 يوم هاي الخزة كبيرة لو صغيرة تطلع بأسبوع بس هاي كبيرة. وش قال لك؟ قال لي ما يخالف بس إذا ما طلعت يا عصفورة قصة الراس. وش قلت له؟ قلت ما يخالف الطين ويا المهلة 40 يوم 40 كلة قنت. وش قال لك؟ قال لي قد تسوي. وش قلت له؟ قلت له سر المهلة. وش قال لك؟ قال لي وجع أم وأبويا. قلت له اعفيني واعذرني الإجابة على هذا السؤال يا حضرة الوالي. ويني عليك عصفورة ويني عليك حتى بالموت وجد وقر بالشجرة. شفنا العالم شفنا أقول لها الواحد دجال ما أعرف عن قصراتي. لا عيني عصفور لا شلون يصير تقول لهي بس أظلك عصفور هم من علامة بالمثل بين المغرب والعشاء يبع على الله ما يشاء اي مو عاد 40 يوم يا عين ربي إذا خلصتني من هاي الورطة أحج جيتك كل سنة بفس الحلال إلى أن تأخذ أمانتك. هاي هم يا ربي هاي هم لحكتي. وبعد ساعة وصلت البيت عصفور عربانة بها 40 كلة قلب. أخذهم عصفور وصفتهم على الرف واحد الصف الآخر وقرر يوميا ينزل واحد منهم حتى هم يبر الشكر وهم يعرف كم يوم بقاله. وشاء القدر وشاءت الصدفة فرب صدفة خير من ألف ميعاد أن الحرامية اللي باقوا خزنة الوالي عددهم 40 واحد. هذول الحرامية لما سمعوا بأن الوالي كلف عصفور باكتشاف السرقة خافوا على نفسهم فجمعهم الفصحى وقال وش راح شايف زين وش مسمون الاخبار زين ترى هذا عصفور ما يعبر عليه قرشقال بس واحد مفتح باللبن او ترى يكشفنا والقطه شو نسوي تقول القطه شو نسوي انت نحكي اليوم إيه؟ اريد واحد بالليل ثاني انت ايه تعبر على بيت عصفور تصنف لها الحكي ماله او تجي تقول لي بانت يفكر عصفور تتعود بالشيطان يا عيني يا ربي تتعود بالشيطان بس كذا ما بنضرب على البيت تتعود بالشيطان. شلون زمان شلون زمان كانت الدنيا زاهية كل شيء اللي اريد يصير على غفله ينهد حيلي ويصير بيني وبين الموت 40 يوم
إن أقبلت كادت تقاد بشعرة، وإن أدبرت كادت تقش السلاسل. يعني هذا هو عصفور سجد كل البيبان؟ أنا عصفور تفائلوا بالخير تجدوه. ناو شنو ما يزردوه من إيشه؟ ما أريد ما ناوشك مو تلقى قريبة من يمك؟ ناو شنو ما يبغى بيه حل يا أبا؟ ما أريد أنا هم ما بيه حل. أجد ناوش لما أنا ما يجب من العفش. وعجلتي ما يجب من العفش؟ هات عيني هات يا أبا. ما اشرب التقبلي عزيز القلب يشرب. ما لازم تشرب التقبلي. شرب فادي ما. عيوني وانت اكبر مني. هاي امشيها بس لك ايديها. يلا عينك هنا ومري هنا ومري هنا ومري. ويش رحم الله والديك. والديك عيني هنا ومري هنا ومري هنا ومري هنا ومري. طال عمرك يا ابو الله يخليك. عيني جراده هاني أني سجيت شوي انت عمرين الغليون تدلل العصفور نزار ما هو مشلول دهك هاك جر لك نبل وسمعني صوتك بيا حيحاني هستاني يا عمد وعصفور الخاطر يغني لي شوية واسنى الدنيا يقول لك الغنى ينسي الهموم. تمام عيني تمام يلا خاطر يلا مدوى. يا ليلي يا ليلي يا ليلي لها بيك يلا هذا عمد العمار اي والله عمد حتى عمد لا شجاك كل القراب ومشهوب يا ابا العفو المسامح كريم وش مال يقول العفو هدي بكتف يقول العفو يا ابا والعفو مالتك هذي يا ابا تصرفها بنك المعز شارع ابو تالغان لك شارع ابو دلغات وين؟ بلا تصوم على كسر ظهرك اليمنى من الكسر ظهرك الوجه ظهري هاي فوق ما انت بكفي تصنف علي؟ يا علي لا تقطع خامو لا تقطع سبيت العنب لا تودعني لا تباب ولا سابي العنب لا تود احسن احسن ما كنت مكفي يا با اعتذر اعتذر واليوم راح اوصي لك على طابوق وست خلفات يبنون لك اياه يلا المن يبنون؟ يبنون شتفك راح ابني لك حمامين وغرفه لك بابا لك بابا يا حساد تلقان حساد تلقان يبجني اياه شنو شتفي حايل خوف حايل المهم اخويا ما تقولوا فتح فتح ابويا فتح ليش تغلط شنو فتح؟ انا وضك ابي عجل هسه عجل واحد اخليك تلف السنون اي باخ بين ابو المثل هاي فوق حقه دكه يعني فوق ما فخيتني تدري تضربني وتخليني تلف السنون الله يرضى بالله الا عديت تقول لي فتح واليوم عطلة لك بابا لك بابا غير مصلحتك اخاف توقع بنقره والنقره ما شاء الله هاي لا لا ارجوك لا 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 تخلف لا العفو يا ابي العفو ابويا العفو غاتي هاي شلون مصاد بالله هذا شلون مصباح عشان والله صايره دايره ابويا يقول لي تكير ولدك ابيض هاي وش تبكي ابي انت ما تخاف من الله ما تخاف من الله تقلب علي وانا رجال وعمي شلون يا ابي شلون ايش قلت؟ يا عمي انت اعمى؟ يا ابي العفو اعذرني يا ابوي اعذرني والله ما ادري فيك الدعمه شو مدري قبل تهمني يا اني امت لك احمد يا بس اعتذر ويا من وقعت مع الزياده حتى اكفر عنك عن ذنبي ويا تطيني ايديك ابوسها لان انت ابوس ايديك حتى تسامحني استغفر الله وليدي والدي انا ابوس ايدك ابوس ايدك انا ابوس ايدك وليدي والدي اقول لك اشوف غير شكل ايديك من جوا ليش دي خلى ابوك على الطعم حتى لا دقيقه هاي شو بتكن حتى الطعم ما عنده هيك هاي شو مصاري ابويا يطير لك ابو سخلا ما خلاص شغل انا ابو سيدك هاي ابو سيدك هاي وين ايدك هاي عصر 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 شلة بلندك معتاد أقول نعم هاي شنو بيدك هذا شي سيارات تعب العمر ليرات نعم أي باخ صار لك قد ملاتم ليرات سيدي أقول نعم
بصير صديقي. والله ماكو مانع، زين بالهوى سوا. والطيور على اشكالها تقع، وانت شلون طيرها راسي؟ صديقي. نعم. صديقي. نعم. ممكن انت تمشي السياره تجيب شويه هنا. اريد اتوسع صوتي. نعم. اريد اشتغل حدي. انا محروم، محروم. حقيقة قهرتني، وانت رجل من صوتك يؤتمن، يعني صوتك وعد يخليه امن، لان صوتك لطيف. خالد واسمح لي لحظة واحدة امن لي. انا الامن لي. اي با اي با لودي واحد للبول. اي با شلون صوت حلو عليهم؟ عبالك هلال مال مرة حلوة. هاي شلون ريحة طيبة تجي من الأكل؟ هواية. أقول أخويا ترى ايش قد طلعان؟ حوالي 100 ليرة. وليش؟ 100 ليرة؟ 100 ليرة يعني تعيش 100 سنة لوحدك. يعني أنت وين راح؟ مو أقلبها خلفتك وين راح؟ وين؟ ايش مقشي يا أبويا مقشي؟ أنت وين؟ بس أنت تعرف اسمي ليرات شوية. أيوه؟ تعرف اسمي ليرات. يا ابن راقصة هني. يا محاول تروح بدون راقصة. أنت في ترقص؟ أي أريد أرقص. راقصك ابو اي راقص اكيد اي والله ربك لوتي قال لك هذا ما يشوف خلى قلب الليرات بس عليه من علي وينك ايها الراقص وينك يا مالك اسم ترى مدى اشوفك واقف يم الباب وداعتي يا معود كيس الليرات تعب العمر يا ناس واضحك علي وباقي ليراتي ربي ربي الليله الجمعه وبصير اربعاء وانا رجال ضرير ومباقت ليراتي وليلك توقع هات ابوك الظهر والله لا الغي الظهر رجال ضرير وماشي أنا ماشي وريدك توقع لا هاي صغيرة توقع هاي الطابوقة صدر الباقني ربي أنا رجال ضرير وماشي وريدك توقع هاي الطابوقة دقيقة 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 أبويا دقيقة لك هذا ماضي لكن انا ولحقتني غير شكلي وكتبتني لك وين اروح بعد وين اروح؟ علي هاي كيس السيارات ربك لا يرفعني لك هاي مو ضربة صعبة هاي مو ضربة صعبة ربك 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 البحث يا ذبح والجام يصيح جام يصيح هاي مو ضربة صعبة هاي مو ضربة صعبة هاي ترى تصير اكبر مثل. هسه ما علينا انت شلونك؟ بيابا. بيابا شنو يا ابن؟ انت مو تقول شلونك؟ ايه؟ انا لما اقول لك بيابا. خوش تعال خلى طبك بالدهن. بابا انا اقول شلونك يعني شلون صحتك؟ طيبه. دطيني عضل عاد. يعني ما تفوت شيء وحده بوحده. هسه ما علينا. الجهال شلونهم؟ على قالهم صداع. طبعا مو ابو المثل يقول ثلثين الخال على الولد اقول شو هو منو خال منو على عبالي امه خالي ام علي وينهم بعدهم نايمين اقول دادا ماضي نعم شعجب شعجب من فك لك الباب حزوره هي خمو حزوره انت فكيت الباب قولي وش شعجب وش عجب ما تسأل على أختك ما تقول جهالها شلونهم هي أختي شعدها ما عدها ما تتحديت يا بحر أخاف عليكم والله ما يقطع بعدين ها أنت بعدك قدامي حية أشوف أريد ألدغك لويش أنت مو تقول أنت حية إيه؟ أنا هم أريد ألدغك دمج خفيف على أخوك إلى هالشكل يا أختي العزيزة طلعنا تعادل 2-1 لا شو انا غلطة انا 2 و1 شلون انت 2 و1 قدامي 1 شلون اتكلم عفوا والفك ما تخلص دادا ماضي متريق لو لا شكرا انا دائما ما اسوي زحمة على حد ما يجوع والله اقوم اسوي لك ريوق لعد جيبي لي سوائل يعني لحوم
والله ابني راح يعيشها احسن عيش. اولا البيت وزها، ثانيا ولده يساعدوني في الشغله اللي راح اشتغلها واسوي بنتي سالفه في المثل اللي يقول بس راح تتخلى باختي. مثل ذاك اللي اشتغل ادخلها 10 سنين راعي غنم. فاليوم اجي يتزوج الولد قال له خاله رد اتزوج. قال له ولادي مبروك هديه ارثك موجوده عندي. قال له خاله شنو الهديه؟ قال له صخله. قال له 10 سنين اشتغل عندك اعطيني صخله. قال لي وليدي ابو المثل يقول سرحت الخاله بلوختي وانت لي زعلان اليوم اعطيتك صخله باشر اهم باغلط. هاي شجر هذا هاي شجر شو قاعد تحكي ويا نفسك؟ شجر تتخبلت؟ لا شنو صخله؟ شنو بغله؟ لا ايش بغش؟ اقول لك وين اللحوم؟ منين اللحوم؟ لازم تطلي مالكم بعد نايم. مو هذا طريقكم ملعون يسهر ويدخن. أقولي إيش ليه تحكيني؟ إيه؟ وأنا بشتوم؟ إيه؟ شفت شلون سمك؟ كل سمكاية أطول. وأنت تجيب 4-5 سمكاية صغيرة حتى ياكل. لا دادا لا، ليه تزفر نفسك؟ يا معودة خلي يحكمون مطوط عنهم طيب؟ أنت منين لك يا أخويا منين لك؟ شلون برتقال شبيه؟ كل برتقالة هاي الكبرى. لسه جيب 6 قواني للصغار حتى يعبون. لا دادا لا، ليش تكلف نفسك هالمصرف؟ انت منين لك يا عيني منين لك؟ ترك مو بس نفسك؟ وانت اختي خلي ياكلون ما تقولي طيب. ثم البرتقال هواية وغالي وبعدين ثقيل عليك يا اخويا. وشلون نومي حين نصيبك؟ كل نومي يا نحمي بغايا هاي الكبرى. لسه جيب 500 قونية يلا. افتح حل كافي كافي، احنا تفتهمنا من السمك والبرتقال هالمره نومي حامر؟ عيني عوافي ايش قافي؟ بالعافيه خليها مستفادين حتى السوق، ما خليت لي من قلته من السوق فتحتي جدع حتى السوق قوم انت من السمك والبرتقال صدق وينك؟ للنقل دق موت الجهه للنقل خلي ياكلون ما طول خالهم طيب. مثل يقولون ناس على الانسان اللي يتفضل على غيره بدون ان يقدم شيء يستحق عليه الفضل، لان هو قلت ابو المثل ايش خسران جير بسامير. يا سادة اكرام، او نترك ماضي هو غاص باللقمة وناخذ مثل جديد. وابو المثل ما خلى شيء ما قاله. ابو المثل يقول كان الليل تسمع هالسلع يعني، ويقول انت هص واني هص ونقسم بالنص. يا جماعة تذكرون من فانوس ومشعل بعد ما حطوا كتلة غسل ولبس من عصفور شلون توحدوا وهذا المنفوذ وبالصدفة حفروا اثنيناتهم على بيت حصن. عصفور وجرادة نايمين على السطح ومأمنين، يعني ما عندهم فد شيء ينباك. هم لو عندهم فد شيء يسوى كان رموا في صفة. اي اخذ ما خف حملة وغلى ثمنه. هلا روح له غرفة ثانية اشوف ايش اكو. يا هذا يا شنو؟ اخاف عصفور قعد. خلي اقتل. يا ليه فتح حالي هذا يبين حرامي، لكن شلون صادف انا ويا طبينا سوا ما ادري. خلي افاجئ، لكن لا خليها انتظر شوية اخاف بعدين اضيع المشيتين. ايه زين خداني شو ورطني وجيه. وين خلي هاي الغراض؟ يا بدي خلي افاجئه او شي يصير. خلي يصير. شوف عيدة يما اقف وفايدة. اقول لك لك يا
يا ونيت لا تغدغني انا ما بغدغ قول الثمنه اقول لك عيني يا ونيت قول الثمنه وانا اقول انا منه لا انت اول مره تقول قول انا منه اقول لك قول انت قول انا اشوف الا انت تقول انا انا فوت ملح وقاش انا عطور ابو البيت عطور يا شبو ابو الويو شو بدي اقول لك احنا بايعين فرارات وخبز يابس وين وين واحنا ولد القرية وكل من يعرف اخي اعرفه شو بدي اقول لك اعترف اعترف انت منو انا انت اعترف اعترف لك مجموع على الدغدغ اعترف انا حرامي يقول هيك من الاول وفضل يا با ما دام طلعنا اثنين نفس الصنعه يا با انت هوس يا با واني هوس يا با ولك سم بالنور بالنور يا وليد انا موافق يلا مشعل فانوس مشعل فانوس مشعل فانوس مشعل هاني انت درس هذا زرزور والله عصفور يا عصفور انت جابك انا الى هسه ظهري وجعني من ضرباته هاني اراوي انا منو اكشف قدام الناس شلون تكشفه اشو يقدر يعرف منو اللي باق بيته اي وبعدين مشعل انا ناوي ارجع البوقه اله وانت انا ناوي انا ناوي زين ما عندك فكره شلون شلون الاغراض هيك يلا يلا تجيب ذاك الصندوق اللي فيه شرطه ونحط فيه الغراض واللي سبب العضايا ونشيله بس في الجنازه يا الله تجيها يا الله تجيها يا الله تجيها يا الله
نفسي ما ادري شو اللي عملت. اقلكم هذا شنو يحبش ليش؟ اي هسه مدى تشوفها جنازه وشايليها؟ اي جنازه؟ اي ها؟ اي هي صدق جنازه؟ اي الله جنازة من؟ أبونا أبونا إيه أبونا مات وخلانا يتامى أنا وأخويا المجموعة. يا يا أبا يا أبويا يا يا أبا يا أبونا يا أبا يا خلانا نروح يا أبا ردوا لي يا ورا بس سجلة أقول شو هذا مو كم شايلين لوحد حضرة الحارس شنو؟ قلت لك أنا وهذا أخويا المضموع وكان يتامى والبقية كلهم حريم. أي والله أي والله كلهم حريم كلهم حريم أي والله بس يا أبويا من عليكم يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا ابويا اضرب 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 يلا وين ماشي؟ ما ماشي الدولية وين؟ يلا بس يلا يلا وين؟ ادوس انا اي كلمة اربع اي بعد تظلوا وحده من الازواج؟ يا كبيره الطيب كبيره 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 والله كبيره حضرة الحارس ايه؟ احنا عندنا خوات اثنين ايه؟ وحده اسمها قمره ايه؟ وحده لاله ايه؟ قمره ولاله استنى قمره ولاله استنى استنى والقمر اي والله هوك يا حز اللي لاله ايه لا 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 لاله 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 اخذ لاله ادوم قول هو عمي اي الله يرحمه ابو مرتي لاله جسمه ولك هو شو اسمه؟ شو اسمه ولك؟ ها لا ما تعرفون ابوك؟ لا لا اعرفه هو اسمه اسمه هلال 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 ويا هلال ويا ابويا يا 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 هلال جابوا يا ابوك يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا شو هذا من يدكم؟ ايه؟ لا يا لا يا بس عملتك عدفة شنو؟ ها؟ وباوعوا بوشي تاخذ درجة؟ لا هو ها ايه ايه حضرة الحارس شنو؟ انت تالي لي تسمع حتى العياب ايه تالي لي ايه اسمع حتى العياب ايه اي والله ابو قول خلونا نساعد من لعل على مع الوادي 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 كل احنا على طريق اي والله يلا روح اي ابو قول ديروا بالكم على دانه احنا دايرين بال ويا احنا ويا ابويا ويا عمي ويا ابويا احنا اضرب اضرب يا احنا اضرب ايه خطيه ظلوا بس اثنين بس انديه اقلها ابوهم يحصل له قبر من وراهم وابو المثل قال الخلف الويلاد ما مات هم يحيون ذكره يلا اي والله قالوا ما كذبوا قال اني انت تسمع حس العيال ويكن احنا على الطريق والبقى براسكم وما يدوم الا وجه كريم. ابوي بيصير بيصير بس انا عنده وجع يا يلا يلا حج عصفور معود ولا يمك قول لي يرحم اهلك قابل بيتك اول بيت واخر بيت مبارك اشرب شاي اشرب المدن يقول عليك بالخلاف وعليهم بالتلف اشرب اقول سيد بطال بني سيد عطال ايش قد بجيبك؟ اني ما بجيبي غير بس قران يا رب شرفي ويطلع على قبره عنده غير بس هذا القران زين
بما انه انا لاك قاعدين عرنقات وما عندك غير بس هالقرانين، شو تريد تقول؟ اقول تجي نتراهن؟ نتراهن ليش ما نتراهن؟ بس عطال نتراهن على شنو؟ بطال يا ولي يطرح حزوره ياخذ مصلح بقرانه اذا ما يعرف. بس تكون حزوره سريعه وصغيره. ولا شلون الجماعه القاعدين؟ وش فكرك؟ يا جماعة يا جماعة بطل خيرك بطل أنا وعطار راح نتراهن يا ولي احكي عزرة حزورة ياخذ نصح بقران إذا ما عرف حلو تجي تصيرون حكمية يلا ابني بطال وليدي عطال حجي عصفور ايش بيك؟ ولدي الرهن مو زين وحرام ولو تشتغلون وتاكلون لقمة حلال مو أحسن لكم من المضيعة مال وقتي هم قام يتعاقب قام يتفلسف ولدي اسألوني إلي اسأل مجرب ولا تسأل حكيم اشتغل بصارة وحسن مطارة الحرام اللي بادك شمعة فضرت هذه لازم ما أكثر ظهر وأقر ما بالنور يا عبا تروح تدور حالية نعبي يمكن كالفت حذبني يا عبا طارة شمنا كدوك عمي وشيني ياكم حطال بطال عيب يا وليد اشلونك فيها؟ طول بالك طول بالك تحسبها علي وانسحب لحيتي لحيتك سلمى ابو سعيد هم دي الشاطرون يتحازرون اي حجي الرهن ما لي بيه شغل بس اني اكشفهم قدامكم واروح لك بيحيهم تقدرون تحددوني 7 ايام من الاسبوع ما بها لا سبت ولا احد ولا اثنين ولا ثلاثاء ولا اربعة ولا خميس ولا جمعة هاي ولقتها يا حجي بسيطة بطل راح يا حجي يلا بطل كلش بسيطة يلا بطل هلا عطل هلا بطل هلا بطل هلا بطل هلا دكتور دكتور حتى في الوقت هلا ترى دفاغ نفتر اي والله حجي راح بلالك هلا الزم ايدك الزم ايدك اليوم اليوم والبارحة اول بارحة اول شو بارحة وباشر وعقبة وعقب عقبة شايف حجي شايف على الفورمة يا بدروح حسر ما كل قرابكم يا حاج عفور ولا تقدر يا حاج عفور يا ابو سعيد رحمه الابيه اني وصديقي عطال بيناتنا نتحاذر اي اجوا كلنا نمسى بالوسطيه هو وصلنا بس هم وياه اخويا بطار يا ابو استعوذ الشيطان ورجعوا للرهن مالك ابو سعيد اي يلا يا ابو واحنا نحكم بيناتكم يلا يا ابو يلا تنغسلوني يلا سولفوا ترى صاروا هواي مسامير سوالفكم الحلوه يلا 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 سلونا يا ولد بطوط اني جاهز عطلت عني شكو عندي اشو عصفور وراح ها ها يلا جادر يا جماعة يلا 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 زنبلة ما يقدر يلا واحد وقع ومات شلون مات واحد وقع ومات شلون مات لا يصعب حقيقة عطال شو خلتني غفر مش ما تريني ما تعرف مو جيب قران يا بطاش جيب قران يا بطاش جيب قران يا بطاش على كيفك عطال على كيفك لحلها انت والمرحلة يا حكي يلا قلنا واحد وقع ومات شلون يلا جزارك بطال يلا بطال يلا واحد اضرب ولا تكون بطال اطلبك اقران يجي اطلب مني اقران اسمع عطال ايدك اليمنى طاسة مي طاسة مي نعم شلون تقدر تشرب المي بدون ما تطوي ايدك اليمنى يلا لا توقع يلا اذا توقع البركه توقع ما دبرت ما دبرت يلا زوج ما يريد مني خلاص شلون يا بادي انا حلا اسمع اسمع عطال اسمع عطال هسه بيدي اليمنى طاسه مي طاسه مي شلون راح اقدر اشرب المي بدون ما اطوي ايدي اليمنى شلون لا ما طول حليتوها وقلتوا باليسرى مستحيل يعشون ولا خليها على الميز يعشون اعطيها لابو سعيد واتشرع حلوة 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 ابو سعيد ابو سعيد ابو سعيد هسه من وين فاز؟ فاز حمدان انا اشوف الجماعة متعادلين متعادلين؟
يا ابا هذا قران من عندي. هذا قران. هذا قران مني العبال الورد. وجاي استاذ على حسابي. مع السلامة. بطوط هاي خوش لعبة. ولا شك بحسبي شربح فيها. يلا يا جماعة. هل تفكرون بلعبة لكم؟ اقول. قول. تذكروها بالكذب. والله انا بالكذب عندي الناس. تجيبها لي. انا كذب. بالكذب عندي اسرارك. يعني خليتوني وصاني. اي مو خير الامور اوسطها. استاذ حمدان. اي استاذ حمدان. نعم. الجماعة بالكذب استاذية. ولو الكذب صفة مو زينة. ندري ندري. سام سرح سرق بيته وما حصل لك بيه. هم ندري ندري. عبطال. سيقصدك لك قوم اكذب. انا جاهز يا جماعة. يلا قوم اكذب. يلا يلا اكذب. الك 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 الك. ابويا الله يرحمه ويرحم والديك ظل يشتغل طول عمره ومن كان يشتغل ما كان ياخذ فلوس كاجره على تعبه عشان ياخذ يبي كان ياخذ جزء طابو يعني اذا اشتغل شغله تسوى 600 فلس ياخذ 100 والباقي ياخذ جزء طابو واذا اشتغل شغله تسوى 500 فلس ياخذ 80 والباقي ياخذ جزء طابو وبعد حوالي 40 سنه بدا ابويا الله يرحمه ويرحم والديكم يبني البيت مامنا من الطابق الاول طابق مخلص من الطابق الثاني وجزء طابق مخلص من الثالث وجزء طابق مخلص مخلص انت كنت تشتغل يا ابويا كم سنه من الخامس من السادس من السابع من الثامن من السادس ما تقول عليكم السالفه فخ البيت ويا القمر ابو ابو تعال يا ابويا خلاص الله يرحمه ويرحمه الوالديه وجيت مو قلنا تقوى يا زمار يعني يا جماعة ما قدرت أعلي البيت بعد أعلي ليه مثل ما تعرفون عندي دوخة من المكان العالي حق طبوق البيت على هالشكل وعلى لا 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 هاي عفة تنمى مقنعة ليش يا عفة تنمى مقنعة يا بيت وين كان يكفي الجزء والطابوق حتى ابوك يعني البيت للقمار شلون؟ شغل 40 سنة شو طابو بعدين يا جماعة حباية حباية شو تصير؟ احمر راسك انا اشوفها عفة لا 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 في الحقيقة والواقع انا اشوفها مقنعة يلا 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 ابويا الله يرحمه ويرحم والديك والديك كان عنده طالما الحيوانات هي. نعم فيها خيل هواية نعم انثاية وتبورة جيد قال انا شو اسوي بيها كلها؟ ايه ففكر الله يرحمه ويرحم والديه فكر قال ليش ما ازرع الخيل؟ النثاية ويا تبورة فحفر حفرة كل كبيرة نعم وجاب الخيل مالته بنص الحفرة نعم وبدا الله يرحمه ويرحم والديه والديه ينزيها للحفرة مي نعم يوم يومين شهر شهرين سنه سنتين وتشرب ويطلع اطلع مهر صغير ايه. بس الله يرحمه ويرحم والديك والديك ظل يوميه يسقي للمهر مي ابو يسقي مي والمهر يكبر ابو يسقي مي والمهر يكبر ابو يسقي مي والمهر يكبر الى ان صار المهر حصان ابو يزقي ماي والحصان يكبر ابو يزقي ماي والحصان يكبر هاي خوش لعبه ابو يزقي ماي والحصان يكبر ابو يزقي ماي والحصان يكبر الى ان صار الحصان حلو القمر وتعيشوا في ابدا ما مقنع لماذا شابه من مقنعه شلون نرموك كان يركب على حصان وهو بعلوي صدق شلون بسيطه لقيت ابو سعيد ابوي الله يرحمه ويرحم والديك والديك كان يبود الحصان يم بيت الخلفك ويصحن عليك واحد اضرب بالله وعليكم السلام اهلا الصمد زج الحديد على الحديد ايش تقصد هاي مال الحديد وتنك وما ادري شنو لا ايش ما اقول شيء بس اقول كانت عايزه تذمه الصمادي لو سمحت في الحقيقه والواقع نعم ابا سعيد اقصد شوف اخوي اقول لك نعم وبعد بس توقف ابو سعيد
بعد لا تضرب بسامير وتسميني حكيك. ايه؟ هذا اخر انذار لك. ايه؟ اذا بعد تحكي اقلب خلقه هذا. تضرب بالعربه الله بالخير. الله بالخير. قصه مالي. الله بالخير. طلع عين. قصه مالي. اقول لك وجهك مغوش فيني. قصه مالي لو سمحت. بالنسبه للجماعه عطال وبصار. عيد ولا تلاميذي ونعم التلاميذ. مو دا اقول واحد اضرب من الله تلاميذه. واحد اضرب من الله؟ اي عطال بني وصاه. عطال بني وصاه. وهو ما نزل دراسه كتاب الجماعه. مو بالحياه قصه؟ احنا اخوتك الصغار. شنو؟ احنا اخوتك الصغار. هذا ايش في صوت؟ ايش هو كان تقول يا ويل؟ بس لا متريق ديش مراهق. خاف لك هذا المنافق. يا جماعة بس أنا أقول طالع الأستاذ أستاذ والله. شلون؟ يعني عطال وبطال أضرب منك. يعني إذا أنت كنت أستاذ فهم كل واحد منهم أستاذ والله. هذه حقيقة. من يقول؟ أبو المثل. أبو المثل. أنت غلطان سيد عودان. بكل عيدان. واللي بصفه حمدان. يعرفهم؟ يعرفهم؟ هذا هذا عودان وهذا حسران. أنا أقول هذا المثل ما ينطبق. شلون؟ يعني شنو قصدك؟ هذا المثل صانع الأستاذ أستاذ ونص ما ينطبق على عطار بطال؟ لا لن ينطبق. لا أصلاً يقول ينطبق. كفل؟ لا يقول لك ينطبق. لا ينطبق. كفل؟ لا قال ينطبق. نعم قال ينطبق. شلون ينطبق؟ أنا ما سويت أقول لك. اسمحوا لي أضف قولي. ابو سعيد لا تخافون علي حبايب دول. العفو والسماح احترامي لك. انا اشوف ولا اغرم فيك. انا بطال اضرب منك. بطال؟ العفو والسماح. العفو والسماح. ارفع راسي. بالنسبه لي انا بالنسبه لي ما ذكر هؤلاء. احكي عن نفسك وما عليك بطال. تجي نتراهن؟ ترى ما عندي شغل. خل اقلب خلسته هذا. تقرب بنا ما تبيك تقرب بنا. اسمع اصلا انت في هاي الفتره اللي اشتغلت فيها ويا القاضي انا تجربت اضرب منك. قلت لي تراهن؟ نعم. قد جيبك؟ رانين. عندي ثلاث ليرات. اذا غلبت تاخذين واذا غلبتك اخذ اللي بجيبك. الحقيقه والواقع هذا خوش رحت. يعني هيك واثق من نفسك سيد مهدي؟ واكثر سيد سيد جلدان. عيدان عيدان بابا عيدان. الرهن يا جماعة أوديه العطل للشط وأجيبه مشهر بمي. هاي سلام يلا عيدان. نعم. يعني يقصد مالي. إيه؟ يودع ويرجع عصيان. هاي سلام موافق؟ إيه موافق. يا جماعة شو حكمية وإحنا رايحين للشط. هل مبارك كلش تحكي طارق طارق فلوسك يا عطال يا معود. هسه شوف شلون يحصل التفيرات. شلون يا بشلون هسه واحد يوصل للشط يا طوله يا عرضه وما يشرب ولا شويه ما معقوله. ما معقوله بسيطه تجيني تراهن. هم راهن بسيطه تراهن. يلا هذا الشط والصبر يتفضل. يعني اشرب بس انا اقول لك قصه. هذه اذا اشربت انت راح تخسر. يجي بلغه صعبه تخسر ما معك ولا قبل انا لازمك هذا الشرب واشرب. بس لعلمك انا راح اذكر واقول مشرب من مي الشرب. في قبل ما ينشط راح يترك اثر على الخلطه. هذا الشرب واشرب. يا 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 والله يا يا المفروض يكسن الذكي وتحس بيه وتجيب وياك شاهد من القهوة. لويش الشاهد؟ لويش؟ حتى يشهد لك على انه فعلا شربت مي. واذا انا اللي شربت اجي وقف وياك واطلع العقيده. والله مستحيل. اصلا انت شو تسوي عزيز؟ روح نجيب شاهد من القهوة ونجي. تروح وحدك؟ شوف تحب تروح وحدك اجي وياك. اروح وحدي اجي وياي. روح وحدين اجي وينين؟ وينين؟ وينين ابوي؟ بس ما معقول. شنو قريب هيا تشمرت عصا.
ليش اقوى الجماعة ما ادري. واعتقد عطار راح يشرب نص الشرب. يا بني روح انت تشوف شلون رجعة ولا قطرة شرب. هلا بابا. هادي وعاد. هادي وعاد. هادي وعاد. ها بشر. منو فاز؟ منو فاز؟ انا. شلون؟ يم المي مال الشط وما اشرب مي. ليش؟ اجى للقهوة. قهوة على اساس ياخذ وياك. ايه؟ حتى يشهد له على انه راح يشرب مي. صاديت مستنك يا بني جبت لكم يا جماعة والله عني قاعد لكم اسمع 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 يا بطل انت عطال اسمع دعش وياكم انتوا ليش ما تسمعوا النصيحة وتتركون الرهان لان الرهان عيب وحرام ويسود الوجه ويتركوا الرهان ويسووا لكم شغل من وراها لا اضحككم السيد لا لا راح يترك راح يترك ان شاء الله راح يترك ها اي لا هاي انا دا انظر لك من منظار ضيق ابو سعيد لا حقيقه انا واعدك راح اترك الرهن يا سادة هاي المأساة اللي عرفناها هي من صور الماضي المظلم لأن كل من كان يقول عن شعلية بس هاي الصور هسه اختفت لأن إنسان جديد عرف قيمة نفسه وقدره وعرف إنه هو واحد من هذا الشعب العظيم وهو جزء من هاي الأرض الطيبة وهاي الصور اللي عرفناها راحت مثل ما راح الخيط والعصف المهم الفات مات وعلينا بالجديد يعني احنا والجديد احنا والجديد صورة البارحة اللي عرضناها لازم ناخذ منها عبرة حتى نعرف شلون لازم يصير المستقبل وبحياتنا الجديدة صارت أمثال أروع وأعظم وأحسن خلينا نسولف الجماعة لا 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 الجماعة عايشيها بكل دقائقها وتفاصيلها يكفي أنه يشوفون اللي عرضناه وهم يعرفون قيمة الحياة اللي دايعيشوها أنا أشكرك وصدقه بالمثل ما خلى شيء مكان أتهل الجماعة أودعناك أودعناك أودعناك